دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، منها مجمع البحوث الاسلاميه في الازهر الشريف اللي هيعقد ندوه عن الجوانب العلميه والشرعيه للتغيرات المناخيه. كمان النهارده هيتم استئناف معسكر منتخب مصر بعد الراحه السلبيه، وده في اطار الاستعداد لخوض المنتخب لمباراتين وديتين امام النيجر وليبيريا في 23 و 27 من شهر سبتمبر بمحافظه الاسكندريه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هيعقد الندوة الشهرية الثانية لمجلة الأزهر تحت عنوان الجوانب العلمية والشرعية للتغيرات المناخية، الأسباب والحلول، وده برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. النهاردة هيتم إقامة أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بعد صلاة العشاء في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، وده في إطار دور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله ونشر سماحة الإسلام وإحياء دولة الابتهال الديني. النهاردة هيعود منتخب مصر لاستئناف المعسكر ببرج العرب في الإسكندرية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية امبارح، وده في إطار الاستعداد لخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يوم 23 و 27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.